السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم قصبة سوس، واحد البلاصة اللي زوينة وكتعتبر من اماكن اللي تقدروا يعني تزوروهم وانتم في مدينة اكادير، اللي جا مباشرة حدا لا مدينة. ونخليكم تكتشفوا هذه البلاصة شنو فيها، وفرجة ممتعة.